السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمارة ما بعد الكورونا، طبعا الكورونا عملت حدث كبير جدا في العالم وخلت دول كبيرة جدا الحياة تقف فيها تماما. شفنا الصين ممنوع أي حد يخرج من البيت بتاعه، من الغرفة بتاعته. شفنا أمريكا تماما توقفت. في دول كتير جدا، تقريبا دول العالم كلها بلا استثناء، حصل فيها توقف جزئي أو كلي عن الحياة. طبعا ده هيخلي فيه تغير كبير جدا بعد ما الفيروس ينتهي، وهينتهي اكيد يعني ان شاء الله. والعالم مر بازمات كتيره زي كده والحمد لله تعداها بعد ما الفيروس ده يتم السيطره عليه والتعامل معاه. اكيد الناس هتتغير طريقه الحياه معاهم. يعني على سبيل المثال الناس بدات تفكر، طب ما ممكن الواحد يشتغل من البيت، ليه احنا نقعد نروح للشغل وليه نضيع ساعتين ثلاثة في المواصلات؟ وليه الاجتماعات تبقى بالشكل دوت؟ ليه ما تتمش من خلال الفيديو كول؟ ممكن ان احنا نبقى قاعدين كل واحد قاعد في المكتب بتاعه، مش لازم كل واحد يروح. فده لو الناس بدأت تفكر في الموضوع دوت وتتعامل معاه، اكيد ازمة المواصلات هتقل. يعني بدل ما انا اروح لحد، لا انا ممكن اتكلم معاه بالفيديو كول باي برنامج من البرامج وابدأ اتفاهم معاه وابدأ نتناقش معاه، بدل ما كل واحد يسيب المكتب بتاعه ويروح. الشغل ممكن يتم من خلال البيت، طب المحاضرات، في محاضرات كتير ينفع تتم من خلال البيت، طب مع كده العمارة نفسها هتختلف. بمعنى ايه هتختلف؟ يعني في غرف كتير مثلا في الجامعات ممكن لما نصممها نقول لا الغرف دي ممكن يتم الاستغناء عنها، في غرف لا يمكن الاستغناء عنها لان مثلا بقى فيها ورش، مثلا في حاجة لازم الطالب يجي ويحضرها ولازم يكون اكتف مع المعيد او مع الدكتور، وفي حاجات ينفع ان هو تتعمل فيديو كول. الفنادق مثلا غرفة الريسبشن طبعا ليها اكتر من هدف، منها مثلا ان هو بيبدا يسجل، بيستنى ساعة التسجيل بيتاخر. دلوقتي التسجيل كله بيتم من خلال الاونلاين، مفيش داعي ان احنا نزحف في المكان دوت، فممكن نقلل الغرف بتاعة الريسبشن. فكل الحاجات دي هتبدا تتغير. على فكرة في حاجات كتيرة جدا، كوارث عادت على البشرية وكان أثرها إيجابي، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، تم ضخ فلوس كتيرة جدا في الأبحاث، فده أدى إن في تطورات كتير حصلت. ما كناش نقدر نوصل للتطور الرهيب في الفضاء لولا الحروب ديت. طبعا الحروب شيء سيء يعني، زي الفيروسات، زي الفيضانات والزلازل، بس كان في اثر ايجابي ان في فلوس اتدفعت في الابحاث. وفي فيروسات كتيره مرت على البشريه زي الانفلونزا الاسبانيه مثلا، بدأوا الناس يعملوا دراسات وبدأوا الناس يخترعوا حاجات. فالعماره هتختلف ان شاء الله تماما. يعني لما يجي حد يصمم، لا خلي بالك من النقطه دي، لا احنا ممكن نصغر دي، لا ممكن نكبر دي، اتوقع ان هيبقى فيها اختلاف. لان موضوع اصبح فيه الناس بدأت تتغير طريقتها في الحياة إن شاء الله للأحسن. بدأوا يقفوا يفكروا، طب احنا ممكن نحتاج دي. العمارة هي فراغات مش الحوائط، لا الفراغات اللي جوه الحوائط. الفراغات دي هتبدأ ممكن في أماكن تكبر، في أماكن تصغر، في أماكن يتم إعادة توزيعها. ممكن مثلا يعني بتحصل أزمة بيقول لك طب احنا مثلا ايه، لا احنا محتاجين، في احتمال تحصل حرب مثلا لا قدر الله، فمحتاجين أي حد يصمم حاجة يعمل مثلا مكان تحت البيت. فبدأت العمارة تختلف نتيجة للحروب. فبرضه ممكن بعد كده يعني يقول لك ايه، طب احنا ممكن في مادة دهان الفيروسات ما بتقفش عليها، معمولة بنانو تكنولوجي، فتبدأ ده التطور ممكن يحصل في المستقبل. لأن البيت أصلا أو العمارة اللي احنا بنقعد فيها دي بنقعد فيها 90% من الوقت، أغلب الوقت يا إما في البيت يا إما في الشغل وبينهم المواصلات. فأكيد في اهتمام كبير جدا بيها. يعني المعماري من يعني هو اللي بيعمل الحاجة اللي الناس تعيش فيها. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وربنا بيقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فهي حاجة كبيرة جدا وحاجة مهمة، ونسأل الله يعني يكون في تطور للأفضل في الفترة اللي جاية إن شاء الله، ونكون استفدنا من موضوع الكورونا والكارثة اللي حصلت دي، إن بيحصل فيه تحسين لجودة الحياة. الناس تهتم بان التهوية اللي موجودة في المكان تكون افضل، جودة الهواء الداخلي تكون افضل. اي حد صمم يحط ده عامل اساسي موجود فيها، مش حاجة اختيارية عشان ناخد شهادة الليد او حاجة زي كده.
لا يكون حاجة أساسية، يكون في اهتمام بالتهوية أكتر، اهتمام بدخول الشمس، وإن شاء الله يعني نكون استفدنا منها استفادة للأحسن بإذن الله.